بغضون 3 ثوان فقط يتسارع الفهد من 0 إلى 100 كيلومتر، وهي قدرة تسارع تتفوق على السيارات الرياضية الحديثة، وتصل سرعته إلى 130 كيلومترا في الساعة، ما يجعله أسرع كائن يمشي على الأرض، مع بنية جسمية مصممة للسرعة الفائقة التي تعتبر نقطة القوة الأبرز في عالم الفهود. ولا يمكن لأي من القطط الكبيرة مثل الأسود أو النمور أن تضاهي هذه السرعة، لأن سرعتهم نادرا ما تتجاوز 80 كيلومترا في الساعة. وبسبب هذه السرعة الكبيرة تحاول الفهود الحفاظ على أكبر قدر من الطاقة، لأنها تستنزف بسرعة خصوصا إذا فشلت عمليات الصيد، وتقضي وقتا قليلا جدا في التجول، ولذلك تكون قدرة الفهود على التحمل أقل بكثير من قدرة منافسيها من الأسود والضباع على وجه التحديد، فهي المفترس الأول لصغار الفهود إذا تم اكتشاف مخبئها قبل عودة أمها. وتتجنب الفهود عادة مواجهة الأسود لأن حجمها أصغر ولا تمتلك أي فرصة للنجاة إذا وقعت في قبضة الأسد، فتقوم بالهروب أو الصعود للأشجار عند حصول المواجهة. وبينما تعيش إناث الفهود في عزلة لوحدها باستثناء أوقات التزاوج، يعيش الذكور معا ويستطيعون بناء روابط قوية فيما بينهم، ثم يتعاونون على الصيد ويشكلون تحالفات فيما بينهم ويتشاركون في مناطق السيطرة، فيغطون منطقة كبيرة ويعملون على حمايتها. وبعكس أغلب الحيوانات المفترسة التي تصطاد فرائسها في الليل، تنشط الفهود في النهار وتقوم بعمليات الصيد في الوقت الذي تكون فيه الأسود والمفترسات الأخرى نائمة، مع أن لها القدرة على الصيد في الليل، إلا أنها تتجنب ذلك لتقليل فرص التصادم مع الحيوانات التي يمكن أن تشكل تهديداً على حياتها. ورغم أن بعض تحالفات الفهود تعيش في نطاق 30 كيلومتر، إلا أنها تحب الأراضي الشاسعة والمساحات الكبيرة، وبعض الفهود تجوب مساحات تصل إلى 3000 كيلومتر، وتفضل الأماكن التي يكون فيها عدد المفترسات قليل وعدد الفرائس كثير، وهي أكبر مشكلة تواجهها الفهود نتيجة التغول الإنساني على الموائل الطبيعية لها. وقد طورت الفهود مؤخراً سلوكاً يستهدف المزارع البشرية والأغنام والخراف والعجول لتستطيع العيش كما يحصل في ناميبيا، على الرغم مما هو شائع عن الفهد أنه يتجنب الإنسان. وفي عام 1900 كان العدد المقدر للفهود في البرية يتجاوز 100,000، أما الآن فلا يتجاوز 10,000 لأسباب كثيرة، أبرزها التجارة غير الشرعية، ويعتقد أن شبلاً واحداً من كل 6 أشبال تنجو من الإتجار، وهي مصنفة ضمن الحيوانات المهددة بالانقراض، خصوصاً الفهد الآسيوي الذي لم يقى منه أكثر من 50 فرداً فقط في العالم كله.